في اطار عدم انتشار فيروس كورونا كوفيد 19. هذه العمليه ستجري عبر كامل اقليم تراب الولايه. هذه العمليه لن تتوقف الى غايه ان شاء الله انهاء او نهايه هذا الفيروس الذي انتشر وانتشر بسرعه في مختلف جهات الوطن. نتمنى ان شاء الله تكون استجابه كبيره من طرف المواطنين لمحتوى هذا النداء الذي سيقدم بمكبرات الصوت عن طريق سياره الاسعاف. استعمال ماء صابون، استعمال ماء صابون، استعمال ماء صابون، اشري واش هو ضروري والزامي وعود والليل دارك. مصالح الولائيه راهي تضمن لك المواد الضروريه والاساسيه، ما تشريش بلهفه، اشري واش راح تستعمل اليوم وغدوه يفرج ربي. الناس اللي راهم قاعدين برا بلا صلاح، نعيد ونكرر، اصحاب السيارات اللي راهو رافد صاحبه معاه وزوج وثلاثه، تفادوا هذه السلوكات السلبيه. قليل من انتشار هذا الفيروس، تقعد في دارك، انا وهو وهذا انا هنا، الحمايه المدنيه كلها واقفه. احنا رانا محاربين. انا نتصل باتصال مباشر مع الناس الحالات المشبوهه، هذا هو خدمتي. نتوما واش ديروا؟ تدعوا لنا. تشدي ولادك وتشدي ولادك وراجلك تشديهم في الدار. خلاص يعني اصبحت الطاقه تاعنا قد ممكن ساعات نبكي بصح بكائي شجاع، يعني بكائي شجاعه، يعني كامراه نبكي يعني. ومن بعد اوف نقول او مون ديو جو دو اتخ فورت. انت ايتها الام تسمعي فيا، ايها الاب انت، ايها الشاب اللي راك انت بالقهوه ديالك وانت برا الدور، تقعد في دارك ما تجيبش الميكرو للولاد. ما تقولش بلي انايا بلي انايا انا عندي جهاز مناعي قوي. اي عندك جهاز مناعي قوي، يجيك ويروح ويمر عليك ويروح كيرا. لكن يماك وباباك اللي عندها لاتونسيون وعنده السكر، ما